شيع أهالي مدينة تعز في اليمن جثمان أحد ضحايا الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم. كما شهدت المدينة مقتل شاب ليلة أمس برصاصه قوات الأمن. مدينة عدن جنوب البلاد شهدت كذلك مقتل 4 أشخاص ليلة البارحة عندما قامت الشرطة بتفريق متظاهرين مناهضين للنظام مستعملة الرصاص الحي، هذا إضافة إلى جرح أكثر من 40 آخرين. السلطات المحلية نفت إطلاق النار على المتظاهرين وأكدت أن القتلى ساقطوا برصاص مجموعة انفصالية مسلحة. من جهة أخرى أعلن شيوخ من قبيلتي حاشد وباكيل والتي ينتمي الرئيس اليمني إلى أحداها انضمامهم إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط الرئيس. وواصل الحزب الحاكم في اليمن تنظيم مظاهرات تأييد واسعة في صنعاء لعبد الله صلاح بهدف التصدي للمظاهرات المناوئة له منذ حوالي شهر.